السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد من قناة وي نو كونكر. النهاردة يا جماعة هنشرح يعني كام جزء كده من شرح الإيفنت دي. هو أصلا متقسم لست أجزاء. طيب إيه الفكرة بقى يا جماعة؟ إن هي دي عبارة عن مهمات الصيف، تمام، جميل جدا. طبعا هنقسمها ونشوف إيه الدنيا. لو الإيفنت طبعا هياخد وقت طويل عفوا لو الإيفنت ده هياخد وقت طويل يعني هنقسمه لكذا فيديو. يعني اول حاجه يا جماعه اند جيم كويست، دراجون كيفرن وتشاوز ومش عارف كاسل وستيشن واوبن ادفنتشر باجز. والمهم يعني المهم يعني بدون الهري ده كله، اول حاجه كده يا جماعه هنا الناس هي اللي انتوا بتخشوها ادفنتشر سبلاي ستور. هاف ا لوك، ورينا الستور بتاعك فيه ايه. الستور بتاعي يا معلم فيه الفيجر كريستال باك وتشيس كريب، وطبعا ده 98 تشيس كريب، ده تشيهات يا عم حاج. طيب وعندك ادفنتشر اكسبير دايا ماشي. طبعا احنا نبديها كده اول حاجه ونخش على الدوامه دي ونشوف. يوز وان فيجر كريستال، لازم يكون معانا فيجر كريستال يعني اي كريستالات. طيب نخش هنا دال سانين، اتمنى بصراحه ان انا اقدر اصل عليها من هنا. زي ما قلت لكم قدرت تحصل عليها من هنا، وكمان هتقدر تحصل عليها لما تستخدم التشي توكن. يعني نخلص المهمات دي في السريع كده عشان نقدر نجيب التشي توكن. ماشي يا عم اهو. ويندوز على دي وكده معانا التشي توكن، وهناخد 10 وغير الليمون، سيبك من الليمون ده كله. ماشي بنروح نكلم الراجل ده ونقوله دخلنا يا عم الحاج الجزيرة. يلا بقى دخلنا كده ونستخدم وان فيجر كريستال، كريستالات دي واستخدمنا واحدة. نخش كريستال، نخش يلا دي. نخش بقى انهي ماب. ماشي، اول حاجه بيبقى في وقت معين للمابات، اف 1 واف 2 واف 3 واف 4 واف 5 لغايه اف 5. بيبدا مثلا من واحد في اف 3، اف 3 دي الجواز بتاعتها اعلى اكيد لانه بيديك 3000 اينر باور، بيديك الاف 4 بيديك 6000 تشي. وده بقى بيشتغل امتى؟ اول حاجه بتوقيت اللعبه الساعه 13 لغايه بدايه اليوم الجديد، والاف 4 لغايه الساعه يعني اف 4 من الساعه 16 بتوقيت اللعبه لغايه اليوم الجديد، ولف 5 من يوم 19 عفوا من الساعه 19 لغايه بدايه اليوم الجديد. عفوا. فطبعا احنا نخش الاف 1 الاول. هو احنا دلوقتي خلاص استخدمنا الفيجر كريستال كريستاله دي، فطبعا نخش كده اي ماب وخلاص. ونخش على اف 2 لازم نخلص اف 1. طب شوفوا كويس، شوفوا كاتبين اهو كويس، نخلص اف 1. ادانا الاف 1 دي وادانا الخريطة الغريبة دي. ماشي لوست جوست، ورينا طيب العمود الخرساني ده. حلو الكلام كده، مفيش اي حاجة هنا. اي بي سي دي اي، هنا بديك شوية وحوش. ماشي اعتقد ان بقى هيبقى نظام هونت يعني ولا ايه؟ اصل الفكره كلها يا جماعه ان ده ايفنت طويل جدا، خلي بالكم مش بهزر يعني، ايفنت طويل طويل جدا متقسم لجزء جزء اصلا. طب في وحوش كبيره مثلا اهو، ادتنا هنا تراب ديفايس ايه. بليز جو تو ذا نيكست تراب ديفايس. يعني بقى كده خلاص احنا فهمنا الليله. بتخش على اي بي سي، بتخش على الترابات دي اللي هو شبه المقبره دي. طب هنا في مشي بالحصان طيب ولا حاجة؟ طيب حلو، بنخش هنا اهو. بس طبعا لازم تكون مركز عشان خاطر الوحش لو ضربك هيفلض معاك. يا دي شغلانة فولد بليز رايجين، ما بقولك عشان ده قربوا منك برضو كده، ما قربوش منك. يا جدعان في ايه؟
اخر مرة لو كده اروح لواحد غيرها. لا لا كده اروح لواحد غير احسن. نشوف السي start wrong trap device. ما المشكلة ماشي، ما هو الفكرة كلها ان احنا بنروح على الارقام دي، على الحروف دي ونشوف دنيتها. طب ما احنا بدوس يا اخوانا اهو. طيب نرجع للبي تاني. حاضر نرجع للبي تاني، ولا زعل نفسك يا معاك. اتفضل يابا. هنفضل نقضيها كده يعني، احنا هنفضل نقضيها فولدات كده يعني. نروح للايه؟ شوف ايه الدنيا الايه. ماشي تراب ديفايس ايه. ما خلاص احنا خلصنا اول واحدة. طيب الفكرة كلها ان احنا نخلص يعني، يعني بي بعد كده المفروض يعني. طب ايه مش المفروض بي يعني يا جدعان؟ زي ما تشوفين يا جماعة بتلاقي وحش معاكم بعد كده بيطلع، بس ايه تركزوا ان هو ده خلي بالكم بيخلص دمه بسرعة يا ابن اللذينة. ده الوحش المفتري ده واضطرينا توقع لنا ايه يا عم، ده كله عشان متر في الاخر. طيب احنا يا جماعة لازم تخلص بالترتيبات، بالترتيب يعني الحروف. البنج عالي اوي في السيرفر ده، وتجرب حظك وفي الاخر هتستلم الجوائز اللي هي موجودة دي لما تخلص اول دور، وهكذا في تاني دور وتالت دور ورابع دور وخمس دور. طيب نخش على الجزء التاني بتاع الايفنت. خلاص احنا عرفنا الليله دي كلها لازم بالترتيب يا جماعه. طيب ايه الجزء الثاني بتاع الايفنت؟ بيقول لك دراجون اللي هو كهف التنين، بس ده تقريبا لازم بانيما، لازم بانيما يعني يكون معاك انيما عشان تقدر تدخل بيها. تقريبا هنا اهو تقدر تستخدم 3 جواهر مرة واحدة. طب نستخدم التلاتة ورينا. تمام بيديك اهو يا جماعة بليز تشوز ادفنجر وانت تو جوين، انت بقى بيخليك تختار المهمات اللي انت عايز تخشها. حلو الكلام. طبعا ده بانيما وده تفتحه بسي بي اس، وده بنقاط، وده الجوائز للرنكات. اول حاجة لو خدت اللي هو تشي تيكت بتكلم الجي ام عشان يقدر ان هو يحول لك التيكت بتاعك، وتقدر تاخد جيرمان 5 نجوم. لا يعني من موجود الامبرا دراجون، بلاكس دريم، فاينل سيرفايفور وهكذا. نفس الحوار برضو ل بس ده باوند يعني، ده الرانك التاني ده باوند، اول واحد مش باوند. تمام خلاص يبقى يا جماعه احنا عرفنا ده كلها. الباقي المهمات انا مش هقدر اشرحها لان الفكره بتاعتها ان هي بفلوس يعني. مهمة الدراجون دي بانيما، المحطة دي الستيشن دي بسي بي اس عشان تقدر تفتح الشنط دي. في الاخر لما بتجمع النقاط، لما بتجمع النقاط كلها بتجمع 500 نقطة بتاخد ستون بلس 2، 500 تشي، 1000 نقطة بتاخد ستون بلس 3، 3000 نقطة ستون بلس 4، 5000 ستون بلس 4 غير التشي غير الستار ستون وهكذا. زي ما انتم شايفين الجدول اللي قدامكم ده، لو جمعت 30000 نقطة ده من رابع المستحيلات يعني، بتاخد لقب جديد وطبعا ريدنت ستار ستون و 10000 تشي و 2 ستون بلس 6. ده اذا جمعت 30000 نقطة، اعرف ناس بتجمعها بصراحة. المهم يا جماعة ده كان الشرح بتاع مهمات الصيف مرة واحدة، وطبعا ازاي نقدر نجيب الفيجر كريستالز. بين اول حاجة عن طريق تعمل ساين ان، تستخدم التشي توكن، تقدر تشتريها بسي بي اس عادي خالص من الشوب زي ما قلت لكم هنا من اللي اسمه اكسبرت تقريبا.
هو انت تغير الالقاب ومش عارف ايه لما تدرش الريورد ده اذا اخدت يعني اي ريورد يعني. ما اكيد ما معيش نقط اصلا يعني عشان استلم يعني. ده الرنكات، بس ده رنكات بقى بين كل السيرفرات شكلها، فحرفيا يعني صعب ان انت تاخد ايه اي جوائز. تغيير اللقب، لازم تجمع التوكنات عشان تجيب اللقب ده اول حاجه. يعني بتعتمد مهمات 6 مهمات كلهم، تجمع التوكنات بتاعتها اللي هو تكون مخلصهم، وفي الاخر تغيرهم من اللقب. حلو الكلام. عندك كمان هنا ستارت ذا ادفنشر اللي هو بداية المهمة، طبعا ده هيوديك للدوامة. وعندك هنا بيقول لك اديني الكتاب، وريني اعمل حاجة كتابك ده، ده عشان تشوف ان انت جمعت التوكنات قد ايه مرة واحدة، يعني تخلص كل المهمات مرة واحدة مرة واحدة. شوف هو يعني مثلا بيقول لك فايت فور توكن، ان انت بتفوز في المباراة مرة واحدة. تشانجل دي اللي بتاعت الغابة دي، تيتر اللورد سبارو اللي هو بتاع البايرت يعني القرصان، وهكذا. الموضوع ده يا جماعة بصراحة الايفنت الوحيد اللي مجاني هو الايفنت اللي تركم عليه اول واحد فقط لا غير، زي ما شرحت لكم. الباقي المباني ده بفلوس، حرفيا بفلوس. اني ما هتدفع، اني ما هتدفع، اني ما هتدفع، اني ما براحتك خش التاني باب سي بس. عايز تدفع سي بس براحتك عادي خالص، مش اي مشاكل. طب ما تجمع النقط المطلوبة زي ما قلت لكم هتاخد الجوائز دي. كان معكم يا ابو محمد من القناة، ونكون كرمت في الفيديو، اشتراك في القناة، واشوفكم على خير. الى اللقاء، سلام.